من اصعب اللحظات على لعيب الكوره هي يوم الاعتزال، وده يوديك للنجم وليد سليمان. صل على النبي وتعالى اقول لك. بشكل رسمي خلاص بيعلن الكابتن وليد سليمان عن اعتزاله بشكل رسمي بعد 11 سنه من العمل والاجتهاد والروح العاليه جدا في خدمه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. لعب 313 مباراه وسجل 75 هدف وعمل 47 اسيست وحقق 6 بطولات دوري مصري و2 كاس مصر و5 كاس سوبر و4 دوري ابطال افريقيا وواحده كونفدراليه وكمان 4 سوبر افريقي. شكرا يا حاوي من القلب. دلوقتي وجه رسالة للحاوي بعد الاعتزال، خلها في سر.